متابعينا مرحبا بكم معنا. كيف ما كتعرفوا كاملين وكيف ما العالم كامل كيعرف، حنا كنعيشوا واحد تجربه اللي صعيبه واللي عمر البشريه نقدروا نقولوا ما مرات منها، واللي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. خلال هذه الفتره هذه عشنا حوايج اللي عمرنا ما عشناها، الناس كاملين كيتسائلوا شنو هذا الشيء، وداز وبانوا بزاف ديال الحوايج اللي خايبين، ماتوا بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس تابوا بالمرض، بزاف ديال الناس فقدوا العائلات ديالهم، والمغرب حتى هو دول اللي تاثرت شويه من هذا الوباء هذا. الحمد لله الخسائر ما كانت بشكل كبير مقارنه مع الدول الاوروبيه وباقي الدول اللي تاثرت بهذا المرض، ولكن تاثرنا حتى حنايا، والتاثر كان قليل حيت الاجراءات الاستباقيه اللي دارت الدوله كانت محل ديالها. وفي البدايه كانت هاد كورونا ما وراناش فقط الحوايج السلبيه في المغرب، ورانا حتى الحوايج ايجابيه، واللي بيناتها انها اكتشفنا روح زوينه اللي في المغاربه، روح التضامن، روح التعاطف ديال الحوايج، وهذا الشيء كان وراءه بزاف ديال الجنود وبزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش لا بالليل لا بالنهار، ناس اللي كيديروا كل ما في جهدهم باش يعاونوا الاخر. وما بين هاد الناس معايا في هذه الحلقه نموذج ايجابي لهاد السيدات الممرضات، معايا جوج ممرضات. الوغ مرحبا بكم عفاف، مرحبا بك فاطمه. شكرا اميمه، تعرفي لنا شويه منك، الناس اللي ما كيعرفوكش يزيدوا يعرفوا اكثر. شكرا اميمه، وشكرا على الاستضافه والالتفات لك الممرضات اليوم. انا عفاف العم، ممرضه بمستشفى سيدي مومن، هو واحد مستشفى في مدينه الدار البيضاء، هو مستشفى محلي اللي منذ بداية وباء كورونا هو كيستقبل حالات الحاملين ديال فيروس كوفيد. اليوم عندنا أكثر من 40 مريض للأسف، مر من عندنا حوالي 200 مريض اللي من دخولهم حتى الاستشفاء ديالهم. الحمد لله المستشفى اللي كنشتغل فيه ما سجل حتى حالة وفاة ليومنا هذا، وشرف كبير ليا أنا اللي نكون معك اليوم. شكرا لك بزاف. ندوزو عند فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء بلين، ممرضة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف. احنا كذلك المستشفى ديالنا كيستقبل حالات ديال الكورونا، ونتمنى باننا نكونوا يعني قد المستوى ديال المسؤوليه اللي تحطات على عاتق ديالنا. اكيد ثم قدها، والا ما كنتوش غادي تكونوا في هذه البلاصه اللي نتوما فيها دابا، والناس كاملين كيشكروكم. دونك انا بغيتكم شويه تقربونا من اليوميات ديالكم، شنو تبدل في الحياه ديال الممرضين مورا ما انتشر هذا الوباء ديال كورونا. فاطمة الزهراء نبقى معاك، دونك عاودي لنا شويه على اليوميات ديالك، كيفاش كتعيشي مع هذا الوباء هذا، كيفاش قربينا شويه من الصوره ديال هذا المرض هذا انت كممرضه. في الحقيقه كيف ما جميع المغاربه حياتنا تقلبت راسا على عقب مجيء هذا الصيف الغير مرحب به، يعني من صباح حتى المساء، يعني يعني الترتيب ديال الاولويات تغير، بزاف د الحوايج تغيرات في الحياه ديالنا. يعني كنحاولوا ما امكن اننا نكونوا نحترموا يعني شروط ديال النظافه، شروط ديال الحمايه من هذا المرض هذا. ظروف العمل بطبيعه الحال اصبحت ولينا كنشتغلوا في واحد الحاله ديال التاهب قصوى، يعني الظروف العمل العاديه اللي كنا موالفينها ماشي هي اللي كنشتغلوا بها دابا الان. يعني في الممرضين الحمد لله كل شيء متجند، يعني اللي في يعني اللي في اي مصلحه من المصالح كتلقاه متجند وحاضر لمحاربه هذا الداء. اكيد. دونك عفاف، واش انت نفس الشيء بالنسبه لك؟ عقربنا شويه من اليوميات ديالك من تفشى كورونا كممرضه. اكيد نفس الظروف اللي كتعيشها فاطمه الزهراء كنعيشها انا وكيعيشوها جميع الممرضين في المغرب. ظروف ماشي سهله، جديدة علينا بحكم أننا كنا كنشتغلوا في مستشفيات مغربية، كنا كنعيشوا مع العديد من الأمراض، ولكن الداء ديال أو الوباء ديال كوفيد 19 هو شكل آخر، وباء آخر. ففي الأول كنا كنلقاو العديد من الصعوبات أننا نتأقلموا مع هذا الشيء، ولكن دابا بحكم أننا للأسف هذا الشيء طوال، فأصبحت الأمور عندنا عادية ولينا كنتعيشوا معها كل يوم. صحيح أن مازالين كنعيشوا في واحد الضغط اللي هو رهيب، صحيح أننا بعادين على عائلاتنا، صحيح أننا كنعيشوا رمضان مغاير جدا وأول مرة كنعيشوا في حال هذا شهر رمضان، إلا أننا متأقلمين مع الوضع، ما نديروا متقبلين الأمر الواقع،
وكنتمنوا من كل قلبنا اننا ينتهي هذا الوباء في اسرع وقت. انا بغيتكم تقربوني اكثر من ساحه المعركه، لا قدرنا نقولوا شنو تبدل من كتدخلوا للسبيطار؟ اول خطوه في السبيطار شنو كيترى؟ نبدا بعفاف وندوز عندك فاطمه زهره. دونك ف تبدل النظام ديال الحراسه، تبدل النظام ديال العمل بصفه عامه. فقبل كنا كنتمو غاديين للخدمه وحنا ما غاديش نقول لك وحنا سعداء، وانما وماشي هو نفس الاحساس اللي حنا غاديين به وحنا غاديين نخدموا في الوباء. ولينا اكثر حذر، ولينا اكثر ستريس اكثر من الاول. فدخولنا دابا للمستشفيات كتكون عندها قواعد جد صارمه، سواء من اللباس، سواء من لي بروسيدور اللي كنديروهم وحنا داخلين، من الاحتياطات اللي كنقوموا بهم. فظروف العمل تغيرت كامله، زاد الحذر، زاد ستريس، ولكن هذا الشيء حنا كنحاولوا اننا نتغلبوا عليه باش نكونوا كاملين ضد هذا الوباء. داكوغ، شكرا لك بزاف عفاف. فاطمة زهرة، واش انت كتعيشي نفس الشيء؟ بغيناك شنو كديري اول حاجه ملي كتدخلي المستشفى؟ شنو هي اول حركه كديريها؟ شنو هي اول حاجه كتبداي بها؟ تماما اختي اميمه او عفاف، حقا في الطريق ديالي للمستشفى ما كنحس براسي، كنحس براسي بحال ما غاديش نفس المستشفى اللي خدمت فيه زيد من 9 سنوات. يعني الطريق ماشي هي الطريق، والباب ماشي هو الباب. يعني كنا كندخلوا كنتلاقاو بلي سيكوريتي في الباب، كنسلموا معاهم الزملاء، كنسلموا معاهم. دابا انت الطريق كامله وانت كتراودك هذيك الهواجس ديال ان كيفاش غادي تدخل، شنو هي شروط السلامه اللي غادي دير، شنو الاخطاء اللي ما خاصكش دير، لان كنعرفوا بان اي خطا يقدر يكون قاتل. يعني هاد الاخطار راه ديما محدقه بمهنه ديال التمريض، وهاد الاحتياطات راه حنا ديما كنديروها. يعني كتلبس لي غون، كتحاول مثلا انا كممرضه في المركب الجراحي كنديروا ديك البافيت توتو لون دو لا جورني، يعني يوم كامل حنا دايرين ديك البافيت. هذيك شروط السلامه كنحترموها يوميا، ولكن دابا مع هاد الظروف ديال كورونا الخطر ما كيحدقش غير بينا حنا. حنا ربما الا درتي شي خطا في لاسيبسي في الايام العاديه ربما كتغامر غير بصحتك، وربما كيكونوا اخطاء وما كتعيرهمش اهميه. دابا الاخطاء اصبحت قاتله ليك ولعائلتك، وربما مع الخرجه ديال الباب ديال المستشفى لاي واحد غادي تلقى به في الباب. يعني ولينا هاد يعني هاد الضغط النفسي كنخافوا باننا حنا نكونوا ناقدين العدوى. هذا هو انا شخصيا هذا هو الضغط الوحيد اللي كنحس به اما مواجهه هذا الداء القاتل ولا الصعوبه ديالو. فهاد الاخطار حنا موالفينها وجاري بها العمل، يعني في قطاع الصحه وفي قطاع يعني في الجسم التمريضي. انا بغيت نعرف دابا كيفاش كيتم التعامل مع المرضى، كيفاش كيكون هذاك لو كونتاكت مع مريض بكورونا؟ كيفاش كتعاملوا معاه؟ كيفاش كتحتاطوا انكم ما تنقلوش العدوى لريوسكم والناس اللي معكم؟ فاطمه زهره نبقى معاك، هضري لنا شويه على هذا الشيء. يعني ملي كتدخل يعني القسم ديال العمل ديالك كتحاول ما امكن انه الملابس ديالك اللي غادي اللي كتكون لابسهم وكتخرج بهم الباب ديال المستشفى كتحاول تخليهم ابار، ما كتدخلش بهم نهائي للسيرفيس. كتلبس حوايجك ديال العمل يعني من الفوق حتى لتحت، يعني خاصين بالمستشفى، خاصين بالقسم ديال كورونا، لاننا كنحرصوا على اننا ما نقلوش العدوى حتى للزملاء ديالنا اللي ما كيعملوش في مصالح كورونا. يعني كندخلوا كنلبسوا يعني المسائل ديالنا، وكنحاولوا ما امكن اننا نكونوا يعني التواجد ديالنا شبه دائم الى جانب المرضى، لان كتعرفي كل مريض راه مسدود عليه بين ربعه ديال الحيوط. يعني كيملوا عليهم ضغط نفسي رهيب اكثر منا حنايا واكثر من الناس اللي برا. يعني كنحاولوا ما امكن نكونوا في نفس الوقت قرابين لهم طول الوقت، وفي نفس الوقت ان نقلوا في يعني من درجه ديال انتقال المرض. اننا كنلبسوا يعني داك الملابس الواقيه، كنحاولوا ما امكن نحترموا يعني المسافه ديال الامان، وكنحاولوا اننا نقدموا العلاجات اللازمه ونكونوا قرابين منهم ونستمع لهم طول الوقت. عفاف، كيفاش كيتم التعامل مع المريض ديال كورونا من جهتك انت؟ كيفاش كتحاولي تونسي؟ كيفاش كتحاولي تخفي عليه الم المرض ولا ديك الوحدانيه اللي عايش فيها؟ فكيف ما قالت فاطمه الزهراء، حنا ولينا من الباب كنغيروا الملابس ديالنا باش ما نقلوش العدوى، سواء لو حنا خارجين من لوبيتال او حنا غادي كنتلاقاو بزملاء اخرين معانا او اي شخص خارج المستشفى. فحنا ولينا كنخافوا على مول الحانوت اللي غادي نهضروا معاه، كنخافوا على الناس اللي كيقولوا لنا سلام في الزنقه، كنخافوا على اي شخص كنتعاملوا معاه حنا كانسان كمواطن خارج المستشفى، اكثر من اننا كنخافوا على ريوسنا، اكثر من اننا كنخافوا اننا نتعادوا. فبالنسبه لتعاملنا مع المرضى، فمنذ الاستقبال ديال هذا المريض
فبطبيعة الحال كنكونوا لابسين لي توني ديال لا بروتيكسيون اللي هما لي كومبينيزون بالنسبة للمستشفى اللي كنشتغل فيه أنايا. فكنحاولوا أننا نحسوهم أنهم مرضى عاديين، كنحاولوا ما نحسوهمش بأننا خايفين من أننا نتعادوا منهم أو أنهم حاملين لواحد الداء اللي هو خطير واللي كيعادي بسرعة فائقة. فكنحاولوا أننا منذ استقبال ديال هذا المريض وحنا كنهضروا معاه، حيت حكم أن الممرض في غالب الأحيان هو اللي كيستقبل المريض من الامبولانس اللي كتجيبو حتى لا شامبر ديالو، هو اللي كيوريه شنو لي ميديكامون اللي غادي ياخذ، شنو هذه هي لا شامبر، كاع المرافق اللي كاينين في هذيك القاعه. فصحيح اننا كنلقاو المرضى مستريسين بزاف، خايفين اكثر انهم كيكونوا يلاه عرفوا انهم مصابين وانهم حاملين الداء ديال كوفيد، فكنحاولوا اننا نطمئنوهم ونقول لهم بان ان شاء الله راه عديد من الحالات تشافوا، لاننا غادي نكونوا قرابين لهم طوال الوقت. صحيح ان ظروف العمل كتفرض علينا او شروط الوقايه كتفرض علينا اننا ما نبقاوش واحد الوقت كثير مع المرضى باش ما ننقلوش المرض ونخرجوه لناس اخرين، وانما كنحاولوا في هذاك الوقت اللي متاح لينا اننا نهضروا معهم، اننا نريحوهم، انهم يحسوا بنا اننا معاهم وقرابين لهم. والباقي فمن بعد كنبقاو نتواصلوا معهم طول طون بلي تليفون، فهما كيكون عندهم تليفون لداخل وحنا كيكون عندنا على برا باش نكونوا دائما قرابين لهم. دابا رمضان حتى هو جاف في هاد الظروف اللي هي صعيبه، واكيد ان بزاف ديال المرضى حتى هما اشتاقوا انهم يدوزوا رمضان مع عائلاتهم، يتجمعوا في مائده الافطار مع عائلاتهم. انا شفت في البروفيل ديالك فيسبوك عفاف بارطاجيتي شي تصاور ديالك مع انت مع الزملاء ديالك وقيله، ومع هدف مائده الافطار مجموعين عليها في المستشفى باللباس ديالكم. انا بغيتك تقولي لي مع المريض كيفاش كتحاولوا انكم دابا تخليوه يحس بحال راه كيدوز رمضان عادي في الدار مع عائلته، واش درتوا شي مبادرات، درتوا شي حاجات باش تونسوا هاد المريض هذا؟ فللاسف المرضى اليوم هما ما صايمينش بحكم انهم عندهم انتريتمون اللي كياخذوه 3 أو 4 مرات في النهار، فللأسف ما يمكنش لهم يصوموا. إلا أننا فاش كندخلوا عندهم كنهضروا معهم على رمضان، فكنباركوا لهم رمضان بالرغم أنهم ما صايمينش، إلا أنهم كيعيشوا كذلك أجواء رمضان بحكم أنهم دائما كيتفرجوا في التلفزيون، دونك كيشوفوا دائما الأجواء. فدائما فاش كندخلوا عند المرضى كنحاولوا نهضروا معهم ونبينوا لهم راه حنا رمضان، راه انا صايمه، راه هذا. فانا بحكم انني كنتفرج في التلفزه بزاف، فين ما كندخل لقيتو كيتفرج في شي حاجه كنحاول نجبد معاه الموضوع على داك البرنامج اللي بادي. فكنتمنوا لهم الشفاء كاملين ويخرجوا يكملوا رمضان في ديورهم ان شاء الله. ان شاء الله. فاطمه زهراء، هذا الوباء ما اثرش فقط على المرضى في هذا لابيريود ديال رمضان، تغمو عليكم حتى نتوما لان ساعات العمل ما تبدلاتش، وبعد مرات وقيله كتضطروا انكم تفطروا على برا على ديوركم. كيفاش كتعيشي هاد الشيء فاطمه زهراء؟ في الحقيقه هاد التغيير كثير اكثر شيء هو نفسي، لانه حنا طبيعه العمل ديالنا كممرضين ومزاولين داخل قطاع الصحه، هاد الاوقات العمل صعيبه، وان العمل ديالنا ما كياخذش نهائي بعين الاعتبار لا عطل ولا اعياد ولا رمضان ولا غيره، هاد الشيء يعني في الايام العاديه. ولكن في هاد الظروف ديال كوفيد يعني الوطأة ديالو كانت أصعب شوية علينا كمهنيين وكممرضين، وخصوصا كممرضات. احنا كتعرفي بأن قطاع الصحة هو قطاع مؤنث بامتياز، يعني كثير فيه يعني السيدات، وكثير فيه كذلك السيدات اللي عندهم أطفال وعندهم التزامات عائلية. شخصيا كان صعيب عليا أنني نوفق لا نفسيا ولا عمليا ما بين التزامات ديالي العملية والتزامات ديالي كأم وزوجة. يعني كتحاول ما امكن انك في نفس الوقت تركز مع وليداتك، تهضر معاهم وتلعب معاهم، يعني وتقاد شهوات كما كيديروا جميع السيدات في هذا الشهر الفضيل. و او ميم طون انك ملي كتكون غادي للخدمه كتحاول ما امكن تكون انت حاضر حتى في العمل، وحاضر مع المرضى، وحاضر يعني ومركز، يعني وعندك الخاطر كما تيقولوا عند المرضى، وعندك وقت باش تسمع لهم وتسمع الانين ديالهم وتسمع المشاكل ديالهم والاهتمامات ديالهم. اكيد هادشي ماشي ساهل. عفاف، بعيدة على عائلتك وقيلة هادشي اللي سمعت انك ما فضلتي انك تبقاي بوحدك وما تكونيش قريبة من العائلة ديالك باش ما تعاديهمش، كيف جاك هادشي وعلاش اختاريتي انك تديري هاد الحل هذا؟
فبحكم انني دائما على اتصال بالمرضى فكنشك في راسي دائما انني نقدر نكون حامله للفيروس، وبحكم انني عندي الام ديالي اللي عندها 64 سنه واللي نقدروا نقولوا هي واحد سيده مسنه، دونك فالخطر كبير انني لو انني عديتها، بحكم ان الفيروس لو انه كيقيس النساء كيقمش النساء كيقيس الاشخاص الكبار فكيكون بلو ميشون، دونك بخوفي على الام ديالي قررت انني نبعد عليها وما ندوش معها رمضان. كنحاول نتصل بها يوميا، كتقولي اجي فطري معانا ما غاديش تعادينا، فكدير كتحاول تبين لي انها ما خايفاش وغير نجي نفطر معاهم، ولكن ما يمكنش ليا، ما كرهتش انني نفطر مع دارنا، ولكن الخوف عليهم كيخليني نفضل انني نفطر بوحدي كل نهار، او الا كنت خدامه فبطبيعه الحال كنفطر مع فريق العمل برغم اننا كنخاطروا قليلا حيت خاصنا كذلك في العمل نفطروا كل واحد بوحده، ولكن ما يمكنش لينا، كتجينا صعيبه بزاف لاننا طوال ايام الاسبوع كنفطروا بوحدنا في لوطيل كل شخص في الغرفه ديالو، فالمتنفس الوحيد اللي عندنا هو اننا فاش كنمشيو للخدمه وكنفطروا مع بعضياتنا. انا بغيتكم تقولوا لي شنو استفدتوا من هذه الأزمة، شنو تعلمتوا من هذه الأزمة هذه، شنو الحاجة اللي غادي تبدل من بعد عند كل وحدة فيكم؟ فاطمة زهرة. بزاف الحوايج غادي تبدلوا ان شاء الله. باول حاجة اللي غادي تبدل، انا كنشوف بان القطاع كامل سينقلب رأسا على عقب، اول غادي الاولويات عند الحكومة ربما غادي تبدل، قطاع الصحة ما كانش نهائي كيحظى بالأهمية اللي كان خاصو يحظى بها، والمهنيين كذلك وعلى رأسهم الممرضين اللي فعلا هما اللي في الصفوف الأمامية ديال مواجهة هذا الداء. نتمنوا أن الدروس الأولى والمهمة تخاد على مستوى الحكومة وعلى مستوى وزارة الصحة، وحنا بالنسبة لنا بطبيعة الحال الدرس ديال الحياة هاد كوفيد هذا كان درس حياة لينا كاملين، تعلمنا بانه فريمون الاسره شي حاجه كثيره والعمل اون غروب شي حاجه كثيره، حنا بعد تفاصيل في الحياه اليوميه ديالنا يعني الشخصيه ولا العمليه كانت تبان غير تفصيل عادي، ولكن الحمد لله بهاد الجائحه هذه عرفنا الاهميه ديال كل تفصيل من هاد التفاصيل. لو ترافاي اون ايكيب كنا كنعتبروه شي حاجه ربما ثقيله صعيبه ديال التنسيق مع الزملاء وهذا، ولكن شحال عرفنا القدر ديال الزملاء ديالنا، فعلا بعض الزملاء اللي ما كنشوفوهمش لان ظروف ديال الحراسه كتفرض عليهم انهم اللي يسالوا الحراسه ديالهم يمشيو للوتيل ولا يمشيو لديورهم ويقللوا من الاتصالات مع الزملاء ديالهم، يعني فريمون توحشناهم. الظروف ديال العمل صعبه جدا، واحد الضغط هائل، كنا كنشكو قبل من ظروف ديال العمل من يعني من لا شارج دو ترافاي اللي كانت كثيره علينا، فاذا بينا كنلقاو بان بهاد لي مويان هادو واخا جينا على صحتنا جينا على التزاماتنا العائليه جينا على شحال من حاجه قدرنا اننا نتمكنوا من اننا ما يبانش هاد الضعف هاد القله ديال الموارد البشريه ما بانش نهائي، لان كانت تضحيه كبيره من الجانب ديال الاطر الصحيه بشكل عام، كانوا اطباء او لا ممرضين او لا تقنيين، ويعني من جهتي انا شفت بعيني التضحيات اللي قاموا بها الجسم التمريضي، الناس راه كاين بعض الزملاء اللي ما عمرو شاف ولادو اكثر من شهر هو مرابط في المستشفى لا يغادر المستشفى شهر، يعني كيبات في شي بلاصه في المستشفى والصباح كيرجع يخدم، يعني بعد التضحيات اللي انا شخصيا ما يعني كنهز لها القبعه، بعد الزملاء اللي حطوا وليداتهم، انا كنعرف زميل وزميله اللي في طنجه كنحيو من هذا المنبر هذا، حطوا وليداتهم عند الام ديال الزوجه وكيخدموا بجوجهم في كوفيد وجالسين في المستشفى يعني ما بين المستشفى والهوتيل، يعني واحد الكم هائل ديال التضحيات. احنا كممرضين ربما كنا كنتقسم القيمه ديالنا، حنايا كنا كنشوفوا هذا الجسم التمريضي ربما ماشي حنا يعني من دايتنا راسنا حنا كان ربما ما كناش كنشعروا بالقيمه ديالنا في هذا القطاع. انا من هذا الكوفيد هذا فريمون استشعرت القيمه ديال الممرض والدور ديالو الهائل والمحوري في هذه المنظومه الصحيه. اكيد شكرا لكم بزاف على ود هاد المجهودات كامله اللي كديروا. عفاف انت شنو تعلمتي حتى انت من هاد الوباء من هاد المرحله؟ فكنظن ان فاطمه زهرة قالت كل شيء، الا انني كنتمنى انا من كل قلبي ان الحكومه المغربيه تعيد النظر في الميزانيه ديال وزاره الصحه، تعيد النظر في كيفيه العمل ديال مهنيي الصحه، وكنتمنى من كل قلبي ان تكون خصوصيه ديال القطاع فيكون قطاع بوحده قد براسو عنده دي مويان ديالو بوحدو، حيت بكل بساطه الظروف اللي كيعيشوها مهني الصحه ماشي هي الظروف اللي كيعيشوها مهني اخرين في قطاعات اخرين. عرفنا قيمه مهني الصحه سواء الممرض او الطبيب او الاداري او التقني، ربما المواطنين ما كانوش كيشوفوها عن قرب، ولكن بحكم كوفيد هاد الايامات ف
فالمواطنين عايشين معنا طول طون كيشوفوا الجهود اللي كيقوموا بها مهني الصحة. فكنتمنى ان هاد الجهود ما تدوش انابيرسو، يكون عندها تأثير كبير على تغيير ديال وزارة الصحة من هنا لقدام. انا بغيت نعرف انسانيا شنو غادي تبدل؟ فإنسانيا واحد التغيير كبير ما مري، بحكم انني يلا 4 سنين باش خدمت، عندي غير 26 سنه، فعمري ما تخيلت بانني غادي نفارق العائله ديالي في رمضان ولا في اي ظرف من الظروف. فعرفت بخطوره مهنه التمريض، كنت عارفه باننا عندنا اخطار مهنيه عديده، ولكن ما توقعت ان هاد الاخطار غادي توصل لدرجه انني غتخليني نخاف على عائلتي ونخاف على الناس المحيطين بيا. فمباشرة بعد كورونا غادي نحاول أنني نحافظ على هاد ليزابيتود اللي تعلمناهم دابا، غادي نحاول أنني نستمتع بوقت ما أمكن، سواء مع الزملاء ديالي، سواء مع عائلتي، سواء مع أي الناس، لأن كورونا حرمتنا من عديد ديال الناس، حرمتنا من عائلتنا، حرمت ممرضين من ولادهم، حرمت أمهات من الأطفال ديالهم، أمهات اللي هما مرضيعات اللي هما فطموا بناتهم وولادهم في هاد الظرفية. فكنتمنى ان هذا الشيء يسالي في اقرب وقت. بما انكم وسط هذه المعركه، شنو النصيحه اللي تبغوا توجهوها للمغاربه في هذه الظرفيه هذه؟ نبدا معك فاطمة زهرة وندوز عندك عفاف. قبل ما نوجه النصائح كنبغي نوجه واحد التنويه، فعلا فخوره بتمغربيت ديالي، فخوره بكوني انا جزء من هذا الوطن هذا، فخوره بالمواطنين المغاربه فعلا، يعني اشد على ايديهم واحدا واحدا. فعلا المغاربه بينوا على واحد الحس عالي من المسؤوليه، حس عالي من الالتزام، بانهم يعني وقفوا على جميع النصائح وجميع التعليمات اللي كتعطي السلطات. المغرب عطى درس للدول المتقدمه كبيره ودول عظمى، عطاهم درس في التضحيه وفي نكران الذات، يعني وفي الحنكه ديال التسيير، يعني في يعني الجسم التمريضي. راه سمعنا بعض الدول ان بعض الممرضين هربوا من المستشفيات، حنا الممرضين اللي بعادين على كورونا هما كيطلبوا انهم يتطوعوا ويحجون افواجا بالمستشفيات باش يقدموا الخدمات التمريضيه ديالهم. يعني اللي يمكن نقول بان كنشكر بزاف المواطنين اللي ملتزمين واللي كيحافظوا على شروط ديال السلامه، وكنقول لهم زيدوا صبروا، ما بقى قد اللي فات، راه حنا جميعا نقدروا نتخطاو هذه المرحله هذه، ونثقوا في بعضياتنا ونثقوا في المغرب ديالنا، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. انت عفاف، فبحكم ان فاطمه الزهراء وجهت تحيه للمواطنين، انا كذلك بدوري كنوجه تحيه كبيره لوزاره الداخليه، وكذلك الجميع الصحفيين اللي كيقوموا بمجهودات كبيره انهم يوصلوا الصوت سواء ديال وزاره الصحه او ديال وزاره الداخليه للمواطنين باش يتجاوبوا مع هذه التعليمات. فكنشكر جميع المواطنين اللي ملتزمين واللي معاونين معنا كاملين باش اننا نحدوا من هذا الوباء، وكنشكر كما قلت وزاره الداخليه اللي فيها رجال الامن وكاملين، وكذلك الصحفيين اللي اليوم هما كذلك كيتوجهوا عندنا للمستشفيات، اللي هما بدورهم كنخافوا عليهم وكنقولوا لهم انكم كتغامروا بحياتكم، الا هذا الشيء كامل باش يوصل الصوت ديال الممرضين وديال وزاره الصحه للمواطنين. انت شنو نصيحتك؟ فأنا نصيحتي للمواطنين أنهم يستمروا في الالتزام ديالهم، أنهم يبقوا في الحجر الصحي، ما بقاش لينا بزاف وغادي نتغلبوا على هذا الوباء، فزيدوا صبروا الله يخليكم. كنعرف أنه ماشي سهل أن الشخص يبقى في داره مدة كبيرة، أنه ما يخرج، أنه ما يشوفش عائلته، أنه ما يشوفش الزنقة، ولكن هذا الشيء كامل غير باش نتغلبوا على هذا الوباء في أقرب وقت إن شاء الله. شكرا لكم بزاف عفاف وفاطمة، شكرا على المجهودات ديالكم الكبيرة اللي كديروها كل نهار. تحية مني لكم، وكنبغي نشكر كاع الأطقم الصحية اللي فيها أطباء ممرضين، كاع الناس اللي ساهموا ولو بالقليل في هذه الأزمة هذه. تحية مني لكم ومن كاع الناس لكم. متابعينا وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا، ونتلاقاو بكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة، فكونوا في الأوعية.